أكيد ضمن فعاليات معرض الكتاب دائما هناك فعاليات مرافقة، توقيع كتب، أمسيات شعرية. امبارح كان في أمسية شعرية للشاعر محمد علي شمس الدين، رح نتعرف على تفاصيل هاي الأمسية مع الزميلة يارا سالم. مناسبة الكتاب هي مناسبة جليلة، لأنه حركة الحياة تبدأ من هذا النسق، النسق الثقافي. حين تتحرك الثقافة في المجتمع يتحرك المجتمع. ثم لا تنسى الشعر، الشعر هو العربية التي هي العربية. العاصمة العظيمة الأبدية الأزلية، حاضنة الشعر والثورة والتحرر والحياة، ومعنى أنك ولكن نحن في هذه المنطقة عصفت بنا عواصف كبيرة جدا في العقود الأخيرة من الزمن، في إطار هذه التحولات الكبرى التي تطرأ على هذا العالم، والتي كانت بفعل جملة من المعطيات التاريخية الهائلة نستطيع القول.